معزتي عندك سؤالات فضل صحيح. هذا من المفروض أن يكون دور هيئة الانتخابات وإنما مدة نقول هيئة الانتخابات والهيئة كما شفنا كما قال سي محمد تليلي المنصري اللي سعى له كل الاحترام والتقدير اللي يحضر معنا وديما يكون حاضر مع صحفيين وذلك كلام قلناه في الأوف نقولوه في الآن وكان ديما منفتح على المجتمع المدني وخدمنا برشا مع بعضنا سي محمد تليلي المنصري في الانتخابات السابقة. لكن نحضره في انتخابات ما احناش عارفين شنو باش نعمل معناتها اليوم كي تقول انتخابات مجالس محليه وانتخابات مجالس جهويه معناتها قال لك حتى الصلاحيات نتاعها حتى حد مازال ما يعرف شنو تعمل المجالس هذه. انا قبل ما نحكي على فحوى الانتخابات واكيد سرحان وخليفه عندهم اسئله انا نحب نحكي على الهيئه معناتها قبل ما نحكي على الانتخابات نحكي الهيئه اللي هي الراعي والمسؤوله وعندها الوكاله التامه الوكاله العامه على تنظيم الانتخابات. الهيئه هذه اليوم اللي تنظف الانتخابات هي هيئه غير دستوريه غير دستوريه لا ب 2014 ابتسام لانه دستور 2014 مشى على روحه والهيئه بتاع 2014 مشت على روحها لا بدستور 2022 اللي يقول لك اعضاء الهيئه العليا المستقله للانتخابات في الفصل 134 اللي عندهم الوكاله التامه الى اخره وفيها 9 اعضاء. احنا مازال المرسوم 22 لسنه 2022 اللي هو ينظم عمل الهيئه العليا المستقله للانتخابات وحتى في الدستور كان جينا نحبوا انه العمل الهيئه هذه يتواصل كنا نجم نزيدوا في صيل سي محمد في الاحكام الانتقاليه نقولوا الهيئه هذه الوقتيه تواصل مهامها الى حين تركيز الغرفه الثانيه اللي هي المجلس الوطني للجهات والاقاليم. صار في انتخابات مجلس نواب الشعب ومازال نجم يصير في الانتخابات القادمه سي محمد المنصري انه ناس تطعن في نتائج الانتخابات بناء على شرعيه الهيئه العليا المستقله للانتخابات. النقطه الثانيه في علاقه بالهيئه. الهيئه اليوم ما فيهاش كره ما فيهاش نصاب باش التوانسه يعرفوا شكون قاعد ينظم في الانتخابات اليوم. مثال الهيئه رئيس الهيئه يبعث اليوم مساج ايميل ولا دعوه رسميه يقول لهم راهو غدوه قداش في الشهر 12 اوت عندنا جلسه. الجلسه ما تصيرش 12 اوت الجلسه تصير 13 اوت خاطر بالقانون المنظم للهيئة الفصل 18 يقول لك تصير بعد 24 ساعة لعدم توفر النصاب وهم 3 أعضاء هيئة ما عادش موجودين دونك 5 أعضاء متاع النصاب ما عادش موجودين أو بأي هيئة ماشي الانتخابات. النقطة الثانية ثلاثة نقاط بسرعة ابتسام ومهمين باش نشوفوا الإطار العام قبل ما نتعدى ونحكي على الانتخابات. الهيئة تمنع على شنو؟ على تطبيق القانون بالنسبة للمترشحين ومتنافسين في الانتخابات. هذه الهيئة لا تطبق القانون. نعطيك مثال قرار صادر عن هيئة النفاذ للمعلومة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 جويل شو يقول القرار؟ الهيئة جاها مطلب نفاذ إلى المعلومة من حزب اللي هو نقولوه التيار الديمقراطي ايش قالوا لهم عطيونا؟ قالوا لهم عطيونا نقطة بوليميك وحتى عضو الهيئة اللي خرج سي ماهر جديدي احكى عليها وقتاش طلب منكم رئيس الجمهورية أنكم تعطيوا رأيكم في مرسوم المنقح للقانون الانتخابي الوقت وشنو رجعتوا شنو الرأي متاعكم في المتعلق بالقانون المرسوم الانتخابي ووقتاش رجعتوا؟ الهيئة فاتت كل الأجال وما جاوبتش دونك خرج قرار اليوم يقول لك حتى تلقي الهيئة طلب الإدعاء رئيس في المرسوم كذا كذا وتقول لك هيئة نفاذ إلى المعلومة اليوم حتى رسلنا الهيئة باش نستفسروا علاش الهيئة ما جاوبتش الهيئة ما جاوبتش حتى نفاذ إلى المعلومة حتى هيئة نفاذ إلى المعلومة الهيئة ما رجعت لهاش وما استجبت لهاش وهذا خرق واضح للقانون 2016 تاع نفاذ المعلومة. آخر نقطة أي بإيجاز معز خلي نشوف نقاط في الإطار العام ومهمين هو تصريح السيد رئيس الهيئة في 15 جويل المتعلق بإمكانية سحب الهيئة اعتماد جمعيات معنية بالشأن الانتخابي لعدم حيادتها باش نرجعوا حياديتها يعني اليوم الهيئه المكسب نتاع المنظومه الانتخابيه اللي بنيناه من 2011 المنظومه اللي جابتها الثوره منظمات المجتمع المدني اللي هما منظمات يعني تعطي مصداقيه للانتخابات والمواطن عنده فيها ثقه للانتخابات تجي الهيئه تضربها بعد العمل ذلك.